علمني القرآن، علمني القرآن دروسا ترفع من شأن الإنسان، وتهذبنا وترقينا بتدبر آي القرآن. فتعال معي كي نتعلم، فالعلم يزيد الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء من علمني القرآن. نتوقف لنلقي الضوء على واحدة من العبر والفوائد التي نتعلمها من القرآن. يقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا وقلبه مؤمنا بالله ورسوله، بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا، وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت، وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار. والمعيشة الضنكة لغير المؤمنين أيضا تكون في الدور الثلاث: فالأبرار في النعيم هنا وهنالك، والفجار في الجحيم هنا وهنالك. وإلى لقاء آخر من علمني القرآن، أستودعكم الله، والسلام عليكم. علمني القرآن، علمني القرآن دروسا ترفع من شأن الإنسان، وتهذبنا وترقينا بتدبر آي القرآن. فتعال معي كي نتعلم، فالعلم يزيد الإيمان.